طبعا مساحة جديدة سلمى بصباحنا عم نحكي فيها عن شيء يمكن ممكن نشوفه عند كتير من الأشخاص، هي الفوبيا. فأنت بتعاني من نوع معين سلمى؟ مو كتير، بس احيانا ايه الاماكن المرتفعه شوي عن جديد صرت خاف منها. سابقا وهذا خوف شائع كثير سلمى، بنسمع كثير انه اشخاص بخافوا من الاماكن المرتفعه وانواع تانية ممكن تكون غريبه او مرعبه لبعض الاشخاص. لحتى نحكي عن الفوبيا النفسيه شو مصدرها ايضا وكيف نقدر نعالج حالنا منها، رح نحكي عن هالموضوع بالتفصيل مع الدكتور انس دالاتي، اخصائي بالطب النفسي. يسعد صباحك دكتور. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. اهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما قالت فرح بالبدايه، في كثير انواع من الفوبيا موجوده، ويمكن في كثير اشخاص ما بيعرفوا شو المقصود بالفوبيا. هل هو فقط انه انا بخاف من شيء كثير ولا لا هي لها معنى ثاني؟ خلينا نعرف بالبدايه شو هي الفوبيا. تماما، الفوبيا او الرهابات هي جزء من اضطرابات القلق. لازم نفرق اول شيء بين مفهومين: الخوف الطبيعي المبرر تجاه حادث معين، مبرر هذا الخوف، والقلق اللي بيكون هو عباره عن خوف اما من شيء ما له مصدر، يعني خوف مستمر دون وجود او محرض، او خوف من شيء بس ولكن مبالغ فيه وبيؤدي لشده انفعاليه شديده كثير 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 لا تتناسب مع 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 الشيء المنبه او مع الحدث نفسه. تماما. اضطرابات القلق طبعا كثير كبيره، حدا مثل ما ذكرنا الرهابات. الرهابات هي استجابه انفعاليه شديده بتتجلى بصوره سريه متعدده، يعني قد تتجلى على مستوى الجهاز الهضمي، على مستوى الجهاز العصبي، على مستوى جهاز الدوران، الجهاز القلبي، خفقان، اعراض الى اخره، نتيجه منبه معين او حادث معين تتبع بتجنب هذا الشيء بشكل مستمر وتؤثر على الحياه الى حد كبير. خلينا نحكي اليوم عن يمكن اشياء الانواع هذا الرهاب او الفوبيا اللي عم نحكي عنها، وكيف ممكن الشخص يقدر، ما بدنا نقول يتاقلم، مع يتجاوزها. تمام. هلا هي حاليا تندرج تحت فكره عناوين، يعني الرهابات او الفوبياز تندرج تحت فكره عناوين. اشيع رهاب اللي هو كثير شائع قد يكون عند اشخاص يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي هو الرهاب الاجتماعي، شيء بنسميه القلق الاجتماعي او الرهاب الاجتماعي. هو دائما خشيه الشخص من مواقف بيتعرض فيها للتدقيق او الفحص، مثل مثلا القاء كلمه امام جمهور، مقابله تلفزيونيه، الاكل امام الاخرين، حضور حفلات مثلا اللي بيطلب منا تحدث مع الغرباء. بيتم الشخص دائما بيكون عنده خشيه من خطا معين رح يرتكبه، من تلعثم، من مثلا انعدام قدرته على الحديث. فهذا يسمى اضطراب الرهاب الاجتماعي او القلق الاجتماعي. هذا اشياء انواع الرهابات. في عندنا نوع ثاني من انواع الرهابات، شيء بنسميه رهاب الساحه، انه في الشخص من اي مكان مفتوح او اي مكان مكتظ دائما بيفرض انه في احتمالات سيئه حتصير معه، او هو دائما بحاجه لحمايه، في حدث حيواجهه فبالتالي هو بحاجه لحمايه وما بيشعر بالامان الا اذا كان مرافق او شخص مقرب معه بهذا الخروج او بهذا المشوار. النوع الثالث شيء بنسميه الرهابات المحدده او الرهابات النوعيه، هي اللي بتنضوي تحتها الرهاب تجاه الاشياء، مثلا رهاب الحيوانات، رهاب الكوارث الطبيعيه، رهاب الاطباء، حقن الابر. هذا اسمه الرهاب المحدد، بيكون في شيء معين تمام بيسبب هي الاعراض القلقيه والشده العاليه الشديده. طيب دكتور، يعني من خلال تقسيمتك هالثلاث انواع خلينا نقول شو المسببات، يعني تمام. مثلا الرهابات الاخيره اللي حكيت عنها ممكن يكون حادثه بالصغر اثرت معه ممكن. وكبرت طبعاً. القصه طبعاً. ما تعالجت طبعاً. اما اللي مثلا الرهاب الاجتماعي صحيح. هو ممكن يرتبط بشخص مثلا اول مره يطلع على الكاميرا فانه يخاف، بعدين ثاني مره ثالث مره يتعود. خلينا نحكي عن المسببات لهي الانواع من تماما الرهابات. صراحه في فرضيات كثير لمسببات اضطرابات القلق عموما والرهابات كمان خصوصا. في شيء اسمه العوامل البيولوجيه، له علاقه بانه في دور للوراثه بالموضوع، ما تحددت المورثه بذاتها بس دائما وجد انه اقارب الدرجه الاولى عند شخص عنده رهاب أشياء ليطوروا كمان رهاب بحوالي 60 ل 75%. في مجموعة آليات أو نواقل عصبية مثل السيروتونين أو الدوبامين أو النور أدرينالين، وهي مواد كيميائية بالدماغ بتتواسط العمليات الانفعالية بالدماغ، فالخلل بتركيزها أو بمستواها ممكن يؤدي لحدوث حالات انفعالية. هي بالنسبة للجانب البيولوجي. في فرضيات ثانية تتعلق بنظريات علم النفس، في النظرية التحليلية اللي ممكن تقول انه
هاي الفوبيا او هذا الرهاب هو نتيجه صراع سابق او ضغط سابق بالصغر، ولكن الجسم بآلية معينه بآلية غير واعيه وجهه اتجاه شيء محدد، يعني هو ما له قدران يواجه هذا الصراع بصغره، له علاقه بشده بصدمه معينه بحادث معين عاشه بالطفوله، فهي نوع من آلية دفاع غير واعيه انه العقل او بيوجهها باتجاه شيء اخر تماما. في نظريه اخرى لها علاقه بانه الشخص دائما محاط كان بطفولته باشخاص او باقران بيتجاوزوه بالقدرات، فهو نوع من النظره الدونيه للذات بيحاول يعوضها بشكل مستمر بهذا بيعبر عنها بهذا القلق تجاه اشياء محدده بذاتها. في نظريات اخرى اللي هي النظريه السلوكيه، هي يمكن الاشياء بالتفسير بانه الشخص دائما بيبدا معه الموضوع بشكل طبيعي، يعني ممكن مثلا هو عنده رهاب القاء الكلمه، ولكن نتيجه انه تجنب انه يلقي، ما حاول يجرب، ما حاول انه يكسر هذا الحاجز، فعزز الحاله اكثر بشكل سلوكي اكثر واكثر واكثر، بتطور الرهاب، يعني هي بتكون شيء طبيعي تماما عند اي شخص، اي شخص بالوضع الطبيعي عند اول تجربه ممكن انه يصير عنده اعراض قلقيه، لكن نتيجه انه انسحب منها او تجنبها ما حاول يواجهها، فممكن بالعكس تفاقم الحاله القلقيه اكثر، تفاقم الاعراض القلقيه وبالتالي ممكن تتطور للرهاب. هلا هون في اشاره انه نحن لازم نواجه دائما مخاوفنا بطريقه صح، بعض الاشخاص بيفهموا هذا الشيء بطريقه غلط، مثلا بعض الاشخاص ما بيخافوا او ما بيتجرؤوا ينزلوا على المي، وهذا رهاب كمان عم نشوفه كنا كثير عند بعض الاشخاص، بيقوم شخص اخر بيحاول يساعده بيتفشوا بالمي، هذا الشيء ممكن له رده فعل سلبيه كثير كبيره لبعدين. اذا بدنا نقول كيف نقدر نعالج هذا الشخص بدون هي حاله الصدمه اللي على اساس نحن عم بنساعده فيها. تمام، هلا هي فكره يعني الشيء اللي ذكرتيه بهي الطريقه هي احد انواع العلاجات، بس طبعا هي بتتم تحت اشراف معالج، ما بتصير بشكل عشوائي. اسم العلاج بالاغراء انه انا عرضه للمنبه بشكل مباشر، هي طريقه صح بكامل، بتصير تحت اشراف معالج وتختلف بحسب نوع الرهاب. تمام. لو محتمل انا طور رده فعل مبالغ فيها كثير، انا ما غير يعني لا يمكن ضبطها. هلا بالبدايه نحن بدنا ناكد على شغله انه هي تعتبر حاله مرضيه، فالاعراض الناجمه هي اعراض مرضيه، الاعراض القلقيه بتكون اعراض شيء لا يمكن انه الشخص يتجاوزها، خصوصا اذا تشخص هذا الشيء، لا يمكن للشخص انه يتجاوزها بمفرده، لكن ينصح بنوع من التعرض التدريجي ضمن التوصيات العامه، اذا فرضنا الشخص ما لجأ لمعالج، ينصح بتوصيات عامه كنوع من التعرض التدريجي لهذا الشيء، للمنبه، وطبعا في نقطه كثير مهمه انه هي بتختلف كثير باختلاف يعني المنبه او الشيء اللي عم بيسبب القلق، يعني غالبا هو العلاج السلوكي دائما العلاج المشترك او الاشياء بين انواع الرهابات. التوصيات العامه لاي شخص هو انه يتعرض بشكل تدريجي، يحاول قدر الامكان يتعرض بشكل تدريجي مره عن مره ممكن انه يستفيد، وغالبا الافضل تطبق برامج سلوك تحت اشراف معالج. هلا في نقطه اخرى، في شيء بنسميه العلاج الداعم، هذا بيتعلق بالاهل او حتى العلاج الاسري، انه تفهم الاهل لهذا الشيء بانه هو ما له نوع من المبالغه او نوع من الدلال، هو فعلا حاله انفعاليه عم تسيطر على المريض بشكل كثير كبير، يتفهموها دون 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 اعطائه المجال يعني للتعبير عنها، بس كيف الحل البديل هو اللجوء لطبيب او اللجوء لمعالج. نعم. لا هو قمع صح ولا تركه، هي فعلا مشكله عندنا، ما انا دلال مثل ما قلت. تماماً. او هي حاله لفت نظر، لا بالعكس نحن فعلا خايفين من هي القصه. تماما، فهو لا الحل بقمعه ولا الحل باعطاء المجال ليعب حاله اكثر، لانه مثل ما ذكرنا سلوكيا مره عن مره عن مره بيتفاقم القلق. تمام. كل ما الشخص اخر لجوءه لمعالج لجوءه لطبيب، كل ما ضخمت الفكره اكثر، كل ما عاش باشترار الفكره اكثر، كل ما فاقمت الحاله القلقيه وتعززت اكثر واكثر واكثر، وتاخذ مدى طويل لحتى تتعالج. طيب دكتور، هون خليني احكي شوي عن دور الاسره او المحيط. بشكل عام في كثير ناس بتخاف انه هي تروح او تاخذ ابنها لعند معالج، فبالتالي بتقول لك اللي انا شو بساوي وانا بعمل، فانه بيحاولوا هن يساعدوه مثلا بطريقه معينه. قديش مهمه هي الشراكه، وهل الشراكه طبعاً من قبل الاسره فعلا ممكن تجيب نتيجه ولا لا؟ لازم ينحط مع اشخاص يعانوا من نفس الموضوع، وشوي شوي يشوف انه بالتدريج نحن بنقدر نتغلب على قصه قصه. طبعا دور الاسره هو دور داعم، يعني هي كثير مهم، هو دور اساسي ولكن مو اساسي بالعلاج، خلينا نقول اساسي لاكمال العلاج ولاتمام العلاج، يعني العلاج لابد منه. دور الاسره قد لا يكفي، يبدا دور الاسره قبل ما نحكي عن الحاله، وهذا بيشمل الاضطرابات النفسيه، بتشجيعه وابعاد فكره الوصمه عنه، بانه لا
مراجعتك لطبيب نفسي هو بالعكس هذا هو الطريق الصحيح، هو اضطراب، هو عرض مرضي يشابه الأعراض المرضية الأخرى، حتى الأمراض العادية، حتى الأمراض القلبية والهضمية والعصبية اضطراب له أعراضه بحاجة إلى علاج باختصار. فيبدأ تشجيعه على إزالة هاي الوصمة من موضوع مراجعة الطبيب أو أنك أنت مريض نفسي، خصوصا إذا كانت الرهابات مثلا رهابات محددة ما بتصادف الشخص إلا مثلا بمواقف معينة، يعني مثلا رهاب الطائرة ربما شخص بطبيعته ما بيحتاج أنه يركب طائرة يسافر تماما، فهو ما بي ما بي ما بي ما بيبين ما بي معه تماما حاجة. بعكس مثلا الرهاب السابي يواجهها بشكل يومي، ما بتطلع عنده الاعراض بشكل يومي، بعكس مثلا الرهاب الساح اللي حكينا عنه، لانه مثلا الرهاب الساح هو عباره عن حاله خلينا نقول مزمنه على مدى 24 ساعه، شخص لا يغادر المنزل ابدا نهائيا، شخص معتكف بمكانه متعطل حياته بشكل كامل، تمام؟ فهي بتختلف بحسب نوع الاضطراب بشكل رئيسي. فدور الاسره يبدا بازاله الوصمه تماما وتشجيعه على هي قبل ما نحكي بالاضطراب بذاته، وتشجيعه على زياره طبيب نفسي تمام، وعدم تحميله المسؤولية كثير مهم هذا الشيء، أو تنمر عليه بعبارات من قبل أنه هذا الشيء طبيعي بتقدر تتجاوزه لحالك، أنت ضعيف، أنت ما بتقدر تواجه، من هذا الكلام اللي ما بينتهي طبعا. فدور الأسرة مثل ما ذكرنا بشكل أساسي هو يعني بيبدأ قبل المراجعة بتشجيع المراجعة ومتابعة العلاج، يعني غالبا دائما المعالج وقت يستلم الحالة ممكن يعطي تمرينات سلوكية، طبعا بعد ما يبدأ البرد تحت إشرافه بيعطي تمرينات سلوكية لمتابعة العلاج ضمن المنزل. فدور الأسرة كتير أساسي بالمراقبة ومساعدة المريض على تجاوز هذا. دكتور بيختار لك هلأ تخبرنا يمكن شو هي أغرب أنواع الرهابات يلي ممكن حضرتك ساهمت بعلاجها أو بشفتها؟ هلأ هي يمكن تعتبر من الرهابات الشائعة، بس كان الغرابة فيها شيء معين، أنه هو كان رجل أعمال أو تاجر، فشغله بيتطلب سفر لأماكن أخرى، فكان عنده رهاب ركوب الطائرة، فكان نتيجة هذا الرهاب يلجأ للسفر بطريق البر مهما كانت المنطقة والدول البعيدة، فهذا كتير أثر على شغله وكتير كان يعطله، حتى لو كان عنده سفر لقارة بعيدة أستراليا وأمريكا تغلب عليها طبعا، أكيد استهلكت منه وقت كتير كبير وجهد أكيد طبعاً. وتشجيع من الوسط المحيط. بنهاية دكتور أكيد نحن كمان مسؤولين بشكل كتير كبير أمام أنفسنا، أنه نحن نكون أقوياء بما فيه الكفاية لحتى نتغلب على أي نوع من الرهاب بمساعدة الطبيب والأسرة والوسط المحيط كله. كل الشكر لك دكتور لكل المعلومات اللي تعطيتنا. شكرا لكم، شكرا على الاستضافة. شكرا لك دكتور، بنتمنى الكل يكون استفاد. شكرا. اما هلا صار وقت لننتقل لغرفه الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات.